لا ده احنا لسه النهارده احنا بنبعت، لان عارفه احنا مش بنبعت على السيديات، احنا بنبعت في خط ربط، فتم تحويلهم من قاعده بيانات الانتاج الحربي الى قاعده بيانات هيئه الرقابه الاداريه، متقسمين كل نوع تظلم لوحده. تمام، هو حتى جوه التظلم متقسم ان هل ده من الشريحه مثلا كذا ولا من الشريحه كذا. يعني ناخد مثلا مثال الكهرباء، هل هو من الشريحه الاولى اللي هي بنتكلم مجموعة العدادات تزيد على 1000 كيلو وات، ولا من المجموعة التانية اللي هي عداد واحد 650 كيلو وات. تمام، فبنبعت ده لوحده وده لوحده عشان يتم مراجعته على قواعد بيانات الكهرباء اللي موجودة فين في هيئة الرقابة الإدارية.